يقردون يقردون، يلا نتسابق ونشوف عجلة مين أحلى من التاني. ماشي يا سيمبا، بس انا برضو عجلتي احلى عشان انا بتاعتي عليها ستيكر. طب يلا نتسابق ونشوف مين اللي هيسبق التاني، وانا متأكد ان انا اللي هسبقك. طب يلا يا سيمبا نشوف مين اللي هيكسب التاني. يلا 3 2 1 يلا يلا اهو اهو. ايه ده، احنا واد كان ماشي رايح الدرس بتاعه وقعنا الكتب بتاعته وهو كمان وقع. عادي يا عم، يلا بس بسرعة بسرعة. اه، الكتب بتاعتي وقعت ومصاريف الدرس وقعت وطارت، مش عارف راحت فين. اه، ماما هتزعقلي والكتب بتاعتي كلها اتبهدلت في الطينة، ماما هتزعقلي. اه، انا جاتلي فكرة، انا هرن على الشرطة واقول لهم ان سيمبا واردون وقعوني وقعوا الكتب، وهم ياخدوا منهم العجل بتاعهم ومش هياخدوه تاني. الو، ازيك يا عم الظابط؟ الو الو، مين معايا؟ انا وانا ماشي يا عم الظابط رايح الدرس، وكان معايا فلوس الدرس، سيمبا واردون وقعوني وقعوا كل الفلوس اللي معايا وطارت، ووقعوا كمان الكتب بتاعتي، وماما كده هتزعقلي وانا مش عارف اعمل ايه. تأكد يا حبيبي من الكلام دوت، مش اي عيل صغير يرن علينا هنروح ناخد منهم العجل وخلاص. متأكد من الكلام دوت؟ معاك دليل؟ اه، حتى بص كتبي واقعة في الطينة وانا كمان واقع دلوقتي. هتلاقيني عندك دلوقتي وهشوف برضو هما فين واخد منهم العجل بتاعهم. يا سيمبا هندخل تاني. يا عمو حاسب يا لهوي يا سيمبا، احنا وقعنا الراجل كل الفتح بتاعنا. قال له يا عم عادي، يلا 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 نمشي بسرعه قبل ما حد يقفشنا. انا هرن على الشرطه حالا واقول لهم ان سيمبا واردون وقعوا كل ايه ده، مين اللي بيرن؟ هو انا مش هلحق اخد البيتزا بتاعتي بقى. الو الو يا شرطه، سيمبا واردون عدوا من جنب المحل وكمان وقعوا لي كل الفاكهه وبوظوها في الارض، ينفع كده؟ اللي وقعوا الشغل كله بتاعي وقعوا ب5000 جنيه، انا اعمل ايه دلوقتي؟ سيمبا واردون تاني، ده لسه ولد ماشي من الدرس كان رايح ب200 جنيه الدرس، كده هيدفعوا غرامه كتير، انا هروح اخد منهم العجل بتاعهم دوت، ده انا مش عارف اكل البيتزا بتاعتي بسبب. تعالى تعالى يا سيمبا. ايه ده عمو الشرطي؟ يلا يلا انا هلف من الناحيه التانيه يا اردون. هتلف اه، في ايه في ايه في ايه؟ ايه ده عمو الشرطي قفشني، مش هعمل كده تاني يا عمو الشرطي، مش هعمل كده تاني. يعني انت عارف انت عملت ايه؟ انت المفروض انت وسيمبا دلوقتي تدفعوا غرامه 5200 جنيه. خد يا اردون. يا ماما خد يا حبيبي، روح هات 2 كيلو موز، ولما تيجي تروح تجيب لنا الخضار عشان انا النهارده مش قادر اروح السوق يا حبيبي. ماشي يا ماما، بس انا هاخد شويه موز من اللي انت هتجيبيه. ماشي، خد لك كده كام صباع موز وما تغيبش عليا. حاضر يا ماما. عمو يا عمو الفكهاني. ايوه يا اردون، عايز 2 كيلو موز. ماشي يا حبيبي، خد 2 كيلو موز اهو وهات 30 جنيه. اتفضل يا عمو، التلاتين جنيه اهم. ماشي يا اردون. الله الله، الموز ده شكله حلو قوي، انا اكل 2 3 وادي الباقي لماما. اما اطلع بقى اكل الموز في الشجره كده، بس انا كده مش باتش، انا عايز اكل موز تاني. انا عندي فكره جميله، انا ممكن احذف قشر الموز بعد ما اكل واحذفه واشوف مين اللي هيتزحلق. ها 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 هاي، اول قشرة موز هرميها واشوف مين اول واحد هيقع. انا امشي على جنب عشان العربية تمشي بسرعة، وانا مش قادرة امشي بسرعة، العربية تخبطني ولا حاجة. انا امشي في الدل كده تحت الشجرة عشان الشمس كمان حامية اوي. يا خبر، يا رجلي، الحقوني يا ناس، رجلي اتكسرت. مين بس اللي بيرمي قشر موز في الشارع وبيعرف اللي بيوقع الناس؟ يا رجلي، انا لازم اتصل بالشرطة دلوقتي. الو يا شرطة. الو، حضرة الضابط معاكي.
لو سمحت انا كنت معديه في الشارع وفي حد رمي قش موز كتير وقعت على رجلي اتكسرت. حاضر يا جد، احنا جايين لك حالا. اما اشوف بقى مين اللي هيقع تاني. احدف قشرة موز اهيت. شوف بقى مين اللي معدي تاني. ايه ده، دي زروفة. يلا بقى. رجلي. حرام عليكم، وقعت وضهري اتكسر. بترموا لي قش موز في الشارع. وقع ازاي؟ مين الصوت اللي بيضحك دوت؟ انا سامع صوت بيضحك من فوق الشجرة. اكيد انت يا اردون، رد عليا. انا هستخبى بسرعة قبل ما تشوفني. استخبى ورا الفرع دوت قبل ما تشوفني، دي عرفت ان انا اردون. ماشي يا اردون، انا هتصل بالشرطة دلوقتي. الو يا شرطة، الو يا شرطة. الو يا فندم، معاكي مش شرطة. انا زروفة. ايوه يا زروفة، عايزة ايه يا زروفة؟ اردون قاعد على الشجرة وعمال يرمي قش موز وعمال الناس كل اللي يمشي يقع، ينفع كده؟ يبقى كده هو اردون اللي عمل كل دوت. عشان الجدة اتصلت وقالت برضو ان في حد رمى قشر موزة في الشارع وهي اتزحلقت منه. احنا هنيجي ونقبض عليه حالا. اخر قشرة موزة ونشوف بقى مين اللي هيتكعبل فيها. كل ده يا اردون بوعدتك تجيب الموز وتيجي، وانا مش قادرة اروح اجيب الخضار. اما اروح ابص على ابني واطمن عليه واجيب انا الخضار واجي. الله الله الله، ايه اللي بيحصل ده؟ مين اللي رمى قشر موز كده على رجلي يعني؟ انا وقعت، انا وقعت بسبب قشر موز. انا اسف يا ماما، مش هعمل كده تاني، ده انا حلفتها من غير قصد. حرام عليك كده يا اردون، اوعى تعمل كده تاني، ولا تأذينا ولا تأذي اي حد تاني غيرنا. حاضر يا ماما، بس انا ما كنتش قصدي، انا حلفتها من غير قصدي وما كنتش عارف ان انت اللي معديه. لا انت وقعت تهزر وتلعب يا اردون، اوعى تعمل كده تاني. ايه ده، ايه ده يا ماما، دي الشرطة جت، عمو الظابط جاي عشان يقبض عليا. انت عملت ايه تاني يا اردون؟ انا حدفت بس شيتين موز وزروفة وقعت والجدة وقعت على ظهرها. طب وبعدين هنحل المشكلة دي ازاي؟ معرفش يا ماما، حاولي تقولي له ان هو يسيبني. دي مشكلة كبيرة قوي، اكيد هيدفعونا غرامة عشان يسيبوه. احنا معناش فلوس. ايوه طبعا يا اردون، احنا لازم ندفعكوا غرامه يا اما هنقبض على اردون. طب يا حضره الظابط، سامحنا المره دي. لا، انت وقعت الجد على ظهرها وكمان زروفه وقعت على رجلها واتكسر. انا هسامحك بس عشان مامتك. شاكرين يا حضره الظابط. يلا قدامي على البيت، انت لازم النهارده تتعاقب عقاب شديد. ما تنسوش يا اصحاب اللايك والاشتراك. مع السلامه.